قناة طموح ترحب بكم أينما كنتم. شاب جزائري يصنع الحدث في السوشيال ميديا، وهذا بعد أن قام برمي نفسه في الفيضان لإنقاذ شخص كانت تسحبه السيول القوية والتي كادت أن تودي بحياته. لكن شجاعة هذا الشاب كانت العامل الفاصل في تلك اللحظة، حيث قام بإنقاذه وإخراجه إلى حافة الطريق. ويذكر أن هذه الفيضانات قد حلت في مدينة بازل الجزائرية، والتي خلفت خسائر مادية هائلة.